العراق يكسب قضية تحكيم استمرت 7 سنوات ضد تركيا بشأن تصدير النفط من كردستان، وبمجرد صدور الحكم لصالح العراق أوقفت تركيا تدفق النفط من خلال خط الأنابيب إلى ميناء جيهان على ساحل البحر المتوسط، وتم تعويض العراق بمبلغ قيمته 1.5 مليار دولار من قبل محكمة للمنازعات الدولية بباريس. المحكمة قضت بأن تركيا انتهكت اتفاقية خط الأنابيب الموقعة بين البلدين عام 1973. لكن السؤال المهم، لماذا تقول بغداد إن تركيا انتهكت الاتفاقية؟ ببساطة وبحسب معهد واشنطن، إن خط الأنابيب الذي تشاهدونه الآن والممتد بين العراق وتركيا هو خط ذو ملكية مشتركة بين البلدين ويخضع للاتفاقيات الدولية. تنص هذه الاتفاقية على أن الحكومة التركية يجب أن تمتثل لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في كافة مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وعند تمديد الاتفاقية عام 2010 كشفت تركيا أن الجهة العراقية المخولة بملف النفط هي وزارة النفط المركزية فقط. عام 2014 انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا بهذا الملف. على إثرها اعترفت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطاً مصدره كردستان، وهنا بدأت المشكلة وتوجهت بغداد إلى المحاكم لتكسب قضية التعويض، حيث سمحت تركيا بتصدير النفط الخام من كردستان دون موافقة بغداد. مشكلة النفط بين كردستان وبغداد ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2007 عندما أصدر الإقليم قانون النفط والغاز، وبعد ذلك بسنوات أبرمت كردستان عشرات العقود مع الشركات الأجنبية لاكتشاف واستخراج النفط، طبعاً من دون موافقة الحكومة الاتحادية. ليس هذا فحسب، بل كانت هناك نقطة تحول غير مسبوقة للإقليم، ففي عام 2014 سمحت تركيا لكردستان بتصدير النفط بشكل مستقل عن وزارة النفط المركزية، وربطت خط أنابيب تابع لكردستان بخط أنابيب النفط العراقي التركي ليتم تصديره عبر ميناء جيهان التركي. طبعاً قد يتساءل البعض، ماذا يقول الدستور العراقي عن توزيع النفط؟ ببساطة، الدستور العراقي يشير في المادتين 111 و112 إلى أن الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز ملك للشعب العراقي، ولا يحق لأحد أن ينفرد بإدارتها، مع مراعاة التوزيع العادل على جميع المناطق والأقاليم. في كل يوم فيديو جديد، اشترك معنا لكي لا يفوتك شيء، ولا تنسى الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء.